المحاضرة الأولى من مادة السي بي اس اللي هي الايرون ميتابوليزم الحديد والأيض والخلويات الحديد. طبعا هذا السيشن يعتبر جدا مهم لأنه يتعلق بكثير من الكيسات وكثير من الديسيز اللي يصير بالجسم. راح نبلش بالبداية ونعرف مواقع أو كمية أو توزيع الحديد بالبداية بالجسم، وبعدين شلون أقدر أمتصه من الغذاء، وبعدين شلون هي الآثار اللي يولد ليها وشلون يتنقل وشلون يخزن وإلى آخره، وأي شيء خاص يعني بالآيرون. نبلش بالبداية نشوف إيش قد يحتوي الجسم على الحديد. بالرجال يحتوي الجسم الرجال تقريبا يعني الوزن الطبيعي اللي هو 70 كيلوغرام، تقريبا 70 كيلوغرام هيجي، يحتوي على 4 غرام من الحديد، طبعا متوزع بمناطق مختلفة من الجسم. بينما بالنساء يحتوي على 3 غرام من الحديد. طبعا شنو هاي النسبة وليش الفرق بيناتهن؟ لأنه السبب بعدين ناخذه، لا نستعجل. زين، وكذلك يحتوي على 2.5 غرام منين؟ من الكمية الكبيرة، من الكمية الكلية. وين موجودة؟ موجودة بالهيموغلوبين. زين، 2.5 يعني غرامين ونص. ليش؟ انه الهيموغلوبين نعرف احنا التركيب مالته ماخذينه بالمرحلة الأولى، انه الهيموغلوبين يتكون منين؟ يتكون من حديد موجود في 4 ذرات من النيتروجين، موجود في وسط نسميها بذرة الهيم أو مركب الهيم. زين، فالحديد يعتبر من ضمن مواد أو العفو من ضمن تركيب الهيموغلوبين. زين، بعد شنو؟ يعني بشكل يومي أنا أمتص تقريبا أمتص 1 إلى 2 غرام منين؟ من الغرام العفو من الحديد للجسم، داخل الجسم، وأخسر تقريبا 1 إلى 2 من الغرام. يعني يصير أكو تبادل بين الأخذ والخسارة. الحديد أو الأيرون ميتابوليزم يعتبر نظام جدا مغلق. يعني شنو جدا مغلق؟ يعني نظام نقدر نقول يعني أخذ الحديد أو هدار الحديد أو يعني خسارة الحديد تكون كمية قليلة، أكتسب قليل وأفقد قليل. ليش؟ لأنه هو أصلا نسبته نادرة بالجسم، نسبته جدا قليلة. أوكي، ف يعني إذا أنا باليوم تقريبا بالإنسان الطبيعي يخسر تقريبا من 1 إلى 2 ملغرام أو أقل من 2 ملغرام من الحديد. وإلى هواي يعني طرق للخسارة مات الحديد بعدين راح ناخذها، شلون أنه الجسم يقدر يخسر الحديد. زين، وكذلك شي اكتسب عن هاي الواحد غرام او 2 غرام من خسارتها لازم اعوضه مكانها. فاعوضه منين؟ اعوضه من الغذاء، من الاكل اللي اخذه، من الطعام راح امتص بمقدار اللي خسرته اني. زين، فامتص يعني من 1 إلى 2 من الغرام. طبعا الغذاء اليوم ايش قد يحتوي؟ يحتوي تقريبا على 10 إلى 20 من الغرام من الايرون، فانا امتص فقط اللي احتاجه اللي هو من 1 إلى 2 من الغرام، اما الباقي فيروح ما له علاقه بي. زين، نجي هسه لتوزيع الحديد بالجسم. الحديد مثل ما قلنا انه عندنا 4 غرامات بالرجال، 3 غرامات بالنساء، و2.5 بالهيموغلوبين. بالميوغلوبين تقريبا يحتوي على 350 ملغرام بالميوغلوبين اللي موجود بالعضلات مثل ما تعرفون انتم، وكذلك تقريبا يحتوي على 500 ملغرام موجود ضمن الار اي سي اللي هو بالريتيكوليو اندوثيليال سيستم. هذا شنو هذا؟ هذا عباره عن نظام نقدر نسميه بالاميونيتي تقريبا، يعني يشمل خلايا الدم البيضاء والمايكروفيج والى اخره اللي نسميها بالار اي اس. اوكي، كذلك ايش عندي؟ تقريبا عندي 200 الى 1000 ملغرام. زين، هذين هو مخزونات بالخلايا الكبديه اللي هي الهيباتوسيت، من الهيباتوسيت. زين، هذه ما لكم علاقه بمال الفيرتين، بعدين ناخذها. بعد 150 ملغرام تقريبا موجوده بالبون مارو، 150 ملغرام مثل البون مارو شعليه بالحديد. ليش حبيبي؟ البون مارو هو اللي راح يكون لك كريات الدم الحمراء. زين، كريات الدم الحمراء من تكون مو بيها هيموغلوبين. زين، الهيموغلوبين مو يحتوي على حديد، فانا الريد بلس العفو البون مارو من يصنع الريد بلس سيل يحتاج الحديد على مود يكون الهيموغلوبين اللي راح يصنع من خلاله الريد بلس سيل. زين، هسه نجي لكيفيه امتصاص الحديد من قبل يعني الفود او من قبل الدايت اللي ناخذه. طبعا اكثر مكان يمتص من خلال الحديد هو الديدينو. زين، اللي ضمن السمول انتستين. بعد شنو يقول انه بعد ما امتصيت الحديد اني، يعني اكل الطعام، هذا الطعام بحديد، فسويت لفد عمليه معينه راح ناخذها بالسرعه، كسرته او راح امتصه من قبل الجسم. من راح امتصه من قبل الامعاء يدخل وين؟ يدخل بالانتروسيت اللي هي عباره عن خلايا موجوده ضمن هي خلايا موجوده بالطبقه الداخلية من الأمعاء بالسمول انتستين. أوكي، هذه بعد ما امتصتها الانتروسيت راح تمشي، راح يمشي هذا الحديد.
اما يروح للليفر اللي هو الكبد المسؤول عن توزيع او ديسربشن مالت الايرون بالجسم، كذلك يمشي يعني لاي منطقه يحتاجها الجسم راح يروح الحديد بعد ما يدخل الى مجرى الدم وينتقل. بس راح نشوف انه شلون يقدر ينتقل الحديد من والى. بعد يعني هنا كملنا هذا اللي ما بين شيء زين. هسه نروح للي بعده، مو هاي هذا المساحه جيناها مال نظام مغلق. هسه نجي لمن بعد، نجي نكمل هنا. شو يقول؟ يقول بالنورمال دايت يعني بالاكل الطبيعي اللي تاكله انت تقريبا يحتوي على من 10 الى 15 الى 20 ملغرام منين؟ من الحديد. يعني هسه من اكل اكل طبيعي اكل صحي، فهذا الاكل اللي اكله تقريبا من 15 10 20 ملغرام، هذا الحدود. فانا ما احتاج هذا كله، انا احتاج فقط 1 الى 2 ملغرام امتصه، الباقي ما احتاجه هيك يعني. بعد يقول تقريبا 6 ملغرام للألف كيلو كالوري الواحد، الألف كيلو هاي الوحدة الحرارية وحدة الطاقة، فكل ألف كيلو كالوري إلى 6 ملغرام منين؟ من الحديد. بعد هنا عندي ملاحظة موجودة هنا أنه كل كيلوغرام من الجسم إلى فد كمية محددة من الحديد اللي هو من 50 الى 60 تقريبا، من 50 الى 60 ملغرام للكيلوغرام الواحد بالجسم، يعني كل كيلوغرام بجسمك تقريبا الى 50 او 60 ملغرام من الحديد. زين هذا بالنسبه للديستربشن مالت التوزيع. فهسه المهم 6 ملغرام لكل كيلو كالوري، لكل 1000 كيلو كالوري، 1000 كالوري العفو. زين هذا عرفناها. بعد شنو يقول؟ يقول من 1 الى 10 انجيسد ايرون از ابسوربد، يعني تقريبا امتص او الامتصاص اللي يصير او عمليه ميتابوليزم ايرون ميتابوليزم يصير تقريبا من 1 الى 10 من منين؟ يعني 1 بالعشرة، 1 الى 10 تقريبا، يعني 1 الى 10 هذه الخط مال القسمه تقريبا اللي اني امتصه، اللي اني امتصه طبعا غرام، او يعني يقصد بها عشر الكميه اللي اقدر اخذها. مثلا ثاني الاكل مالتي، الاكل مالتي يحتوي على 10، فرضا يحتوي على 10، فانا ما احتاج 10، احتاج من 1 الى 2 هيك يعني، من 1 الى 2 يعني تقريبا عشر الكميه اللي موجوده بالطعام. بعد شلون راح اقدر انا امتص الحديد؟ راح اقدر امتص الحديد عن طريق الجاستريك اسيد، الجاستريك اسيد او الحامضيه او الحوامض الهيدروكلوريك اللي موجوده بالمعده، هذه راح تعمل، راح تعمل على تفتيت الروابط بين الحديد وبين الطعام، بالتالي تفصل الحديد عن المغذيات الاخرى. زين بس الجاستريك اسيد ايش راح تفرز لي؟ راح تفرز لي الحديد، تخليه على جهه، على مود جهاز الامتصاص. اي خلل يصير بالجاستريك اسيد بعد ما اقدر امتصه، يعني راح يطلع الحديد ويا الفضلات بعد ما اقدر امتصه من قبل الجسم. زين بعد شو يقول؟ يقول ايرون از ابسوربد ان ذا ريدوسد فورم، يعني يمتص بالصوره المختزله مالته. يقول اسكوربيت اللي هو نفسه فيتامين سي، فيتامين سي يعمل على زياره الابسوربشن مالت الحديد، فاي خلل فيتامين سي راح يؤدي الى خلل بمن؟ بامتصاص الحديد من قبل الامعاء. بعد الفاتيت او الانتي اسيد ديكريز، يعني شنو؟ يعني الانتي اسيد اللي هي مضادات الحموضه، يعني اللي تعتبر عكس الجاستريك اسيد، يعني هذول الجالي زين او حموضه المعده اذا انطيهم علاج يقلل لي من افراز الهيدروكلوريك او الماده الحامضيه مالت المعده اللي تفرز من الخلايا الطبقه الداخليه مالت المعده، اعتقد اسمها راحت عن بالي الجاستريك سيل هيك يمكن. فهذه ال شو اسمه الفايتيتس اللي هي مضادات الحموضه راح تعمل بتاثير معاكس للهيدروكلوريك او للحامض اللي يكون داخل المعده، بالتالي بعد ما يقدر يفصل الحديد عن الطعام وراح يقلل لي الابسوربشن مالت مالت الايرون مثل ما قلنا من ساعه. بعد شو يقول؟ يقول only 1 ملغرام of iron is lost directly from the body، يعني باليوم الواحد انا افقد تقريبا 1 ملغرام من الحديد، او ممكن توصل مرات 2 ملغرام بحسب الحالة. زين فأنا من أفقد 1 ملغرام أو أفقد 2 ملغرام لازم أحتاج شقد؟ أحتاج أمتص 1 إلى 2 ملغرام هم، يعني الكمية اللي فقدتها لازم أعوضها. زي من أعوضها؟ الأيرون ما يصنع بالجسم، لازم أعوضها من الدايت، لازم أمتصها، أمتص الكمية اللي أحتاجها أني من الدايت بطريقة يعني نون سبيسيفيك باث واي. بعد شنو؟ شلون أنا أقدر أفقد الحديد؟ أقدر أفقد الحديد بعدة طرق هواي. أول شيء عن طريق السلوفينج of dead cell، يعني شنو؟ يعني الخلايا الميتة مرات يعني تصير بال، يعني حتى ممكن بالخلايا الميتة مال الكيرتنايزد إلى آخره اللي بالجلد أو السكين ممكن يعني، أو أي خلايا ميتة داخل الجسم ممكن راح أفقد الحديد وياها، أو عن طريق الأيرون اكستريشن امبيل
اللي هي المادة الصفراء. المادة الصفراء من أخسرها أو من تنفرزها راح أخسر عن طريقها الحديد، زين، هذه أحد الطرق لخسارات الحديد. بعد شنو؟ بعد الكريات الدم الحمراء من تتكسر، مو راح يصير عندي أنيميا؟ مو هسه ليش تتكسر كريات الدم الحمراء؟ إذا تكسر هسه فرضا عندي كرية دم حمراء تكسرت، إذا تكسرت معناها الهيموغلوبين راح يتكسر، إذا تكسر الهيموغلوبين ايش راح يصير بالحديد؟ الحديد راح يتفتت، زين، وممكن يطلع للكلى، وممكن يطلع ويا اليوراين، وبالتالي يصير عندي نقص حديد فرضا. يعني هاي يعني طرق خسارة الحديد. أما بالنساء، فالنساء أما عن طريق المنستروشن، ليش؟ أنه هو هم يعتبر نزيف هذا، باعتبار أنه أنت جاي تخسر دم، زين، فعن طريق المنستروشن ممكن هم تقل يعني نسبة الحديد، أو كذلك عن طريق البرجنانسي. يعني البرجنانسي تقريبا مو يعتبر مصدر لخسارة الحديد، وإنما بالبرجنانسي أحتاج أكثر، أحتاج أيرون أكثر، يعني تزداد الاحتياج للأيرون. ليش؟ لأنه أول شيء أنا عندي طفل، والطفل ايش يحتاج؟ يحتاج دم، تكوين دم، ويحتاج دور يعني دورة دموية تشتغل أكثر، ويعني باعتبار اكو شخصين متمثلين بشخص واحد، فلازم اوفر احتياج الحديد مال الطفل واحتياج الحديد مال الام، فتزداد الاحتياج يعني هيك، زين. فالمهم البادي ايرون ستورز از جريتر ان ذا مان ذان ذا وومن، يعني باعتبار ذلك انه مثلا هسه الذكر ما عنده منستروشن بينما الانثى عندها منستروشن، الذكر ما عنده برجنسي بينما الانثى عندها برجنسي، معناها انه الانثى تخسر حديد اكثر من الذكر، يعني الذكر يقدر يحافظ على الحديد اكثر من الانثى. لذلك هسه نشوف اغلب الومن انه عندهن شو اسمه ايرون ديفيشنسي. هسه نجي الى صيغ مات الحديد، يعني شلون موجود بها صيغه. الحديد موجود على صيغتين، اما بلس 2 او بلس 3. بلس 2 نسميها بالفيريك، زين، ويعتبر انسوليبل، يعني ما يذوب بالماء، يعني ما يقدر ينتقل بمفرده خلال مجرى الدم، شلون الهيدروفوبك تقريبا انسوليبل يعتبر. والفيروس اللي هو بلس 2، هسه بلس 3 فيريك والفيروس هو بلس 2، يعني اس 2 اس موجب 2 اقصد، هذا يعتبر خطر على الجسم اذا موجود. ليش؟ انه هذا يكون لي فري راديكال اللي هي جذور حرة، وجذور حرة هواي سبب لي مشاكل، وسبب لي سير انجوري، وسبب لي نيكروسيس، ممكن يعني تتفاعل مع الجسم اللي اخذناها بالمود، اوكي. فلذلك ما دام هيجي، ما دام هو يعتبر انسوليبل مثل الفيريك، بما انه يعتبر دينجرس او فري راديكال مثل الفيروس، فانا ما لازم اخليه وحده بالجسم، لازم احاصره وين ما يروح، انا لازم احاصره، فلازم اخليه بسياره، خليه بسياره ونقله بكيفي، ما اخليه وحده، اذا اخليه وحده راح يسبب لي خطر، راح يهاجم من الخلايا يقتلها، فانا شو اسوي؟ لازم احصره بصندوق بالسياره، وانا وين ما احتاج اروح اوديه، بس الشغله، زين؟ يعتبره مثل المجرم الحديد، اذا اخليه وحده يسبب لي جريمه، لكن اذا انا اخذه بسياره فبهاي الحاله لا، اقدر اسيطر عليها. فهنا انا احتاج ناقلات، فلازم انقله عن طريق شنو؟ عن طريق بروتينات. انقله عن طريق شنو؟ عن طريق بروتينات، يعني لازم اربطه ببروتين، اعتبر البروتين سياره مال الشرطه، واعتبر الحديد هو المعتقل، اوكي. فنشوف عندنا نوعين من البروتينات اللي تربط لي الحديد او اللي ترتبط بالحديد على مود النقله. اول واحد اللي هو الهيموبروتين، والثاني اللي هو النون هيم ايرون بروتين. نوعين عندي من البروتينات. نجي اول شيء للهيموبروتين، هذا اللي موجود اغلب الاحيان بالهيموغلوبين، زين، واللي هو عباره عن الحديد موجود بالنص ودائره ما دائره اربع ذرات من النيتروجين، زين، حلقه رباعيه تقريبا. فهذا يعني الهيموبروتين موجود وين؟ بالحديد، ويعتبر ثابت، يعني تقريبا نقدر نقول ثابت، زين. الايرون ان هيموبروتين هم انا بعد وين موجود الهيموبروتين؟ موجود هسه قلنا اول شيء موجود بالهيموغلوبين تقريبا، والثانيه وين موجود؟ بالسيتوكروم، سيتوكروم اللي هي موجوده بالميتوكوندريا، تقريبا يحتوي على 100 ملغرام، اوكي. بعد الهيموغلوبين تونا قلناها اللي هي تحتوي على 2.5 غرام، هاي من ساعه قلناها اصلا ببدايه السيشن. والميوغلوبين اللي موجود بالعضلات قلنا يحتوي على 350 ملغرام، يعني تقريبا يطلع تقريبا 0.5 او 0.3 غرام من الحديد. وبعد السيتوكروم ب 40 50 او 450، يعني هي 40 50. المهم الموست اكثر شيء موجوده وين؟ موجوده بالكبد، هذه هي سيتوكروم، زين، تقريبا يحتوي على 1 ملغرام. هذه وين تفيدني بالديتوكسفيز فورجن كومباوند، يعني ازاله سميه المواد الغريبه، اوكي. هذا من هو سيتوكروم، طبعا السيتوكروم هي شلون وظيفتها؟ شلون الدفاعيه تقريبا هيجي، ويعتبر مصادر تخزين الحديد بمن؟ بالليفر وكذلك بالميتوكوندريا.
هسه بعد ما خلصنا من الهيموبروتين اللي هو احد البروتينات اللي ترتبط بمن اللي ترتبط بالحديد على مود نقله مثل الهيموغلوبين والسيتوكروم والى اخره، هسه نجي للنون هيم ايرون بروتين. هذا هم عبارة عن بروتين ثاني يعمل على نقل الحديد، بس هذا بنوعين، اول نوع اللي هو الفيرتين وثاني نوع اللي هو الترانسفيرين. الفيرتين هو عبارة عن خازن للحديد مو ناقل، فقط خازن للحديد، بينما الترانسفيرين هو ينقل الحديد، ينقل الحديد من مكان الى اخر. يعني مثلا عندي حديد، هذا خازن خاف للحالات الطارئة من احتياج حديد، زين، فهنا اخذنا وين؟ اخذنا بالفيرتين. اوكي، فاما فرضا اريد ان احتاج حديد، اوديه وين؟ فرضا للريد بون مارو، فرضا على مود يسوي لي كريات دم او احتاج. فبهاي الحاله لازم انقله من الفيرتين الملي للبون مارو عن طريق شنو؟ عن طريق ترانسفيرين. فيعتبر ترانسفيرين هو مثل ابو التوصيل هيك يعني. اوكي، نجهز اول من للفيرتين. الفيرتين شو بيه؟ يقول هو يعتبر ايرون ستورج بروتين، هو بروتين خازن المن، خازن للايرون، خازن للحديد، تقريبا يخزن لي 450 ذره من الايرون او يعني ايون من الحديد 450، زين. هذا ايش قلت لكم يعتبر خازن. بالذكور تقريبا يطلع النسبه مالته 20 الى 275 مايكرو غرام للتر الواحد، زين، بينما بالويمن تقريبا يطلع من 5 الى 200 مايكرو غرام باللتر الواحد. تقريبا نسبته اذا كانت اقل من 5 من 15 فما دون، معناها عندي اني الفيرتين قليل، يعني لازم عندي هنا ايرون ديفيشنسي واحد السالفه، او ممكن عندي انيميا اذا كانت نسبه الفيرتين. طبعا هو الفيرتين هم بي تيست، يعني في تحليل، شلون تحليل الدم هسه بلاد تيست على مود اقيس نسبه الايرون بالدم، زين. فاذا كانت نسبه الفيرتين اقل من 15 مايكرو غرام للتر الواحد، فبهاي الحاله اني عندي ايرون ديفيشنسي. هسه نجي للنوع الثاني اللي هو الترانسفيرين، اللي هو يعتبر ناقل للحديد، يعتبر ناقل للحديد. هذا ينقلش قد يقدر ينقل بالان الواحد فقط 2 ايونات من الحديد، بينما وين ذاك الفيرتين يقدر يخزن 450 ايون. طخت هسه الترانسفيرين يقدر ينقل بس 2 ايونات من الحديد، الفيرتين يقدر ينقل يقدر يخزن 4500 غرام ايرون، العفو ايرون ايون. اوكي، فيعتبر الترانسفيرين از ذا اونلي سورس اوف ايرون فور هيموغلوبين، لان الترانسفيرين هو اللي يعتبر المصدر الاساس للايرون اللي يروح للهيموغلوبين. ليش؟ لان الترانسفيرين يعتبر ناقل للحديد، فالناقلات الحديد والموجوده موجوده ممكن بالهيموغلوبين، هو اللي راح يودي لي الايرون للهيموغلوبين، زين. فالترانسفيرين ساتوريشن او التشبع بالترانسفيرين از كلينيكالي يوزفول فور ايرون ميتابوليزم ستاديز، يعني انا لازم اعرف حالة التشبع من الترانسفيرين على مود اعرف هل يا ترى انه هذا عنده ايرون ديفيشنسي او لا. هسه راح ناخذها بعدين وتفهم اكثر. نجي هسه للترانسبورت اوف ايرون، شلون اقدر انقل الايرون؟ قلنا عن طريق الترانسفيرين مثل ما قلنا لكم. يقول الترانسفيرين از ذا مين ايرون كارير ان بلازما اتس برودوسد ان ليفر سيل وذ انكريزد سينثيسيس ان ايرون ديفيشنسي، يعني الترانسفيرين هو يعتبر شنو؟ يعتبر ناقل او بروتين ناقل ينتج من الكبد. فهسه نعرف انه الكبد هو تقريبا هسه اول واحد مسؤول عن التحكم او الميتابوليزم مالت الايرون، الكبد. اوكي، فشوف يفرز لي بروتين اسمه الترانسفيرين، هذا الكبد، على مود شنو؟ على مود ينقل لي البروتين من والى، العفو ينقل لي الايرون من والى. فيمتى يزداد افراز الترانسفيرين؟ يزداد افراز الترانسفيرين يمتى؟ بحاله النقصان الديفيشنسي. ليش؟ لانه هسه مثلا اذا انت عندك حريق فايش راح تطلع لك؟ راح تطلع لك سيارات اسعاف، سيارات هذه اطفاء الحرائق. فهنا انا اذا عندي نقص فايش احتاج ترانسفيرين يجيب لي شنو؟ يجيب لي ايرون، يروح يدور لي على ايرون من ما كان ويجيب لي اياه اذا احتاج. فهنا اذا انا احتاجيت ايرون فلازم ازيد نسبه الترانسفيرين المفروزه من قبل الكبد. فشو يقول بعد؟ يقول ترانسفيرين بنت 1 تو 2 فيريك ايرون مولكيول، يعني شنو؟ يعني انه الترانسفيرين مثل ما قلت لكم السائر يرتبط بذرتين تقريبا منين؟ من او ايونين من الايرون. اوكي، الترانسفيرين ايرون كومبلكس از اندوسيتوس باي ذا اتش بي برودوس سيل افتر لينكينج ريسبتورز. شوف شنو معناها هاي. هسه مثلا اني او ايش قلنا ترانسفيرين يعتبر الناقل الاساسي للهيموغلوبين، فصراحه نمثل على كريه الدم الحمراء. كريه الدم الحمراء هي خليه، تعتبر هاي خليه، زين.
فرضا انه هذا هي جزيئه الهيم. لا هاي كبير ابويا. هنا هذه جزيئه الهيم زين، هذا بيها نيتروجين نيتروجين هاي بيها نيتروجين بيها يعني نيتروجين نيتروجين وهذا نيتروجين وهذا نيتروجين، واحتاج هنا اف اي، احتاج هنا حديد، فسان لازم اجيب حديد. هاي كريات الدم الحمراء ايش تحتوي؟ تحتوي على ريسبتورز. ايش تحتوي؟ تحتوي على ريسبتورز. وين موجوده؟ على السطح الخارجي هيك كلام كبيره. نعم فد ريسبتورز زين. هسه انا احتاجت حديد من كرات الدم الحمراء، فايش راح اسوي؟ ترانسفيرين. ترانسفيرين راح يروح يجيب لي الحديد. هسه هذا فرضا اللي هو الترانسفيرين، هذا الترانسفيرين على شكل حرف واي جايب لي هنا ذر من الحديد، هذا الايرون هاي ايرون، راح يجي وين؟ راح يجي لي هنا. وين يرتبط؟ يرتبط بالريسبتورز. لا يرتبط بالريسبتورز هيك، راح يجي هنا يقعد زين، وهذا الحديد مالته اللي هو جايبه. بهاي الحالة شو راح يصير عندي؟ من جت ريسبتورز جتني إعاز الخلية، من ارتباط الترانسفيرين بالريسبتورز جاني إعاز الخلية. ايش قال؟ قال لازم نسوي له عملية اندوسيتوسيس. يعني شلون اندوسيتوسيس؟ يعني إذا هي هاي الخلية، راح أسوي لي، انبعاج هيج، بحيث ايش راح أسوي؟ راح أدخل الترانسفيرين اللي جايب لي الحديد، يعني الحديد هذا الكريات راح تدخل هنا، والدور بعدين همين راح يصير يبقى الانبعاج يستمر. هيك بهذا الشكل، والحديد هنا، وبالاخير تصير العملية هيك، دخل الحديد للداخل زين، استفادت من عنده. فهاي العملية نسميها بالإندوسيتوسيس، اللي من خلالها يدخل الحديد إلى داخل كريات الدم الحمراء عن طريق ترانسفيرين ريسبتورز. أوكي، فهسه بعد ما كملت هاي نجي لمن للتوتال ايرون بيندينج كاباسيتي اند ايرون، اللي هي نسميها بالتي اي بي سي. التي اي بي سي اللي هي معناها انه توتال ايرون بيندينج كاباسيتي، يعني كم السعة الكاملة للحديد المرتبط. الحديد مو يرتبط بالترانسفيرين، يعني من اقصد ايش معناها؟ انه انا دقيس نسبه الحديد المرتبط بالترانسفيرين، او الحديد المرتبط يعني اللي جاي يشتغل. اوكي هيش يعني، فالترانسفيرين از ميجرد باي كوانتيفينج ذا ايرون بيندينج سايت افيلبل، يعني اقدر انا اقيس الترانسفيرين عن طريق كميه الحديد المرتبطه به. اوكي ذس also called total iron binding capacity اللي هي تي اي بي سي. التي اي بي سي يقول هي ثلث ثير تقريبا saturated under normal condition، يعني يقول بالحالة الطبيعية أنه هو الـ TIBC يكون مشبع بثلث زين؟ بثلث يعني، ما أعرف إذا فهمتوا أو لا. يعني مثلا فرض مثلا بلازما ترانسفيرين أنا عندي 300، بالحالة الطبيعية تقريبا 300 أو 270 أو 200 بحسب اختلافه من الذكر والأنثى، 300 مايكرو غرام للتر الواحد. فالبلازما آيرون يكون 600 أو 180، يعني هسه 300 جد نصها او نصها تقريبا، يقدر 300 اذا انقسمت 3 اثلاث تقريبا تطلع ايش قد؟ يعني ثلث بثلث بثلث، 100 100 100، مو هيك؟ ف تقريبا التي اي بي سي هو التشبع يصير بثلث كميه الايرون. يعني انا مثلا هسه اذا فرضا احتاج فلوس بمقدار 300 الف، ف 100 الف هم كافيه على يعني عادي هيك، يعني في ثلث الكميه يقصد بيها. بعد نجي من البرايمري هيموكروماتوسيس. البرايمري هيموكروماتوسيس يقول اكسسيف ابسوربشن اوف ذا ايرون فروم ذا جوت، يعني البرايمري هيموكروماتوسيس اللي هي بيعرفون انه الدم، والكروم هي الصبغه، مالت الحديد. يعني شو يقول؟ يقول انه من تزيد كميه امتصاص الحديد راح يكون الدم شويه يقدر الصبغه مالته تكون عاليه، اذا زاد الحديد بالدم يكون الصبغه مالته عاليه، واذا قل بالعكس يكون التصبغ مال الدم يكون اقل. فبهذا الشكل طبعا يعني نقول بهذه الحاله اللي هي بالبرايمري هيمو كروماتوماسيس، هنا يصير امتصاص اكبر
لأكبر منين من الأمعاء. بعد يقول lack of the iron in the body, iron deficiency, anemia. يقول أما بالنسبة لنقصان كمية الآيرون اللي موجودة بالجسم فهنا لها شغل ثاني. شلون؟ يقول الآيرون إذا نقصت بالجسم راح تسبب لي أنيميا, هذا شيء نعرفه, راح تسبب لي فقر دم. ليش؟ إنه إذا نقص مثلاً, إذا نقص كمية الدم, نقصت الآيرون بالدم, فهنا ممكن راح يصير تفتت بالهيموغلوبين وبالتالي يسبب لي هيمولايسيس, والهيمولايسيس يسبب لي فقر دم باعتبار أنا نقصت كمية كريات الدم الحمراء بالجسم, فهنا صار عندي أنيميا, فيعتبر أحد أنواع الآيرون. طبعا انتم تعرفون انه هذا بعض طرق التشخيص مالت الآيرون ديفيشنسي, انه اذا البيشنت كان ياكل, يعني ياكل تراب, ياكل تراب يعني او جاز او يعني الثلج ياكله هواي, فانا معناه يقولوا له انه عندك آيرون ديفيشنسي هيك, فخاف يعني. هذه معلومة اذا احد يعرفها يعرفها, ما يعرفها بكيف. زين, بعد قلنا انه lack of the iron in the body او iron deficiency او الانيميا هذا تعتبر hypochromic microcyte erythrocyte. يعني ايش يقول؟ يقول انه الاريثروسيت الخلايا الدم شبيهة راح تكون اول شيء صغيره, تصغر حجمها, لانه الايرون مسؤول عن من؟ الايرون مسؤول عن تكوين الهيموغلوبين, فاذا قل الايرون راح تقل نسبه الهيموغلوبين بالدم, اذا قلت نسبه الهيموغلوبين باعتبار هو مكون من كريات الدم الحمراء فراح تقل او تصغر حجمها, تصير مايكروسيت. زين, بالإضافة إلى ذلك راح تصير الصبغة مالتها قليلة, تصير نسميها بالهيموكروميك. زين, يقول السيروم 13 ديكريز, تعرفون شنو هو 13 من ساعة قلنا هو الخازن, هو البروتين الخازن للحديد, راح تقل نسبته بالدم. ليش؟ لأن أنا أصلا عندي نقص, يعني هو أكيد قال يعني أنا مستنفذها كلها تقريبا. أوكي, بينما التي في آي سي تزداد. ليش؟ يعني شنو تي بي اي سي تزداد؟ يعني الترانسفيرين راح يزداد افرازه, يعني قلنا من يصير عندي نقص بالحديد بالجسم راح افرز الترانسفيرين بشكل اكبر على مود شنو؟ على مود يروح يدور لي حديد ويجيب لي, فهذا يزداد بينما الفيرتين يقل. زين, اسباب الايرون ديفيشنسي, ليش يصير عندي ايرون ديفيشنسي؟ لها اسباب هواي طبعا, من عندها اول شيء الكورنيك بلاد لوس, يعني او نزيف الحاد. نزيف الحاد من افقد دم اني, معناه أن جاء أفقد حديد لأنه الحديد يعتبر مكونات الدم, فهنا هذا أول سبب. السبب الثاني increase demand, يعني ازدياد الاحتياج, وهذه الحالة ممكن تصير يمتى؟ تصير بحالة البرغنانسي, قلت لكم أنا أنه لازم أحتاج أوفر حديد للطفل وحديد للأم, فهنا ازداد الديماند مالتها, أحتاج إلى حديد أكثر فيسبب عندي iron deficiency. بعد المال absorption of the iron, يصير عندي سوء بامتصاص الايرون من قبل الامعاء, يعني صح انا جاي اكل اكل به حديد بس ما جاي اقدر امتصه. ليش؟ بسبب اما عن طريق الانتي اسيديك دراكس, يعني الادويه اللي تكون مضاده للش اسمه للحموضه اللي بالمعده, يعني الحموضه هي تعمل على تفتيت الحديد عن الطعام على مود اقدر امتصه. هذه اول شغله. الشغله الثانيه اما خلل بالامعاء اصلا, اوكي, او الشغله الثالثه ونقص فيتامين سي, لان اذا فيتامين سي قل بعد ما راح اقدر امتص, انه فيتامين سي يعمل على زياده امتصاص او الابسوربشن مالت من مال الحديد من قبل الامعاء. يقول ان ديكويت ايرون انتيك, او انت جاي تاكل اكل بس هذا الاكل ما يحتوي على, يعني ما يحتوي على شو اسمه يسمونه, ما يحتوي على الحديد كافي, او الانترا فاسكولار هيمولايسيس, يعني يصير تفتت بكرات الدم الحمراء. زين, اللي موجوده عندك يعني تتكسر هواي, فايش يصير عندك؟ يصير عندك هيموغلوبينوريا, يعني نسبة الهيموغلوبين راح تزداد باليوريا عن طريق اذا اسوي يورين تيست. زين, او يوريا تيست, راح اشوف انه نسبة الجلوبين اللي موجودة باليوريا تكون اكثر, يعني تكون اكثر عن الحد الطبيعي. كذلك الهيموسايدرين يوريا, هذا معناها شنو؟ معناها انه الاكسسيف ايرون اكيوميليشن ان ذا يورين. زين, هم يعني الايرون يتجمع بشكل اكبر وين موجود؟ موجود باليورين, او عن طريق الكومبينيشن اللي هي معناها شنو؟ معناها جاي اخذ اكثر من علاج بوقت واحد, بالتالي راح ياثر لي على المعده وياثر لي على الامعاء. يعني مثلا هسه فرضا انه اخذ اموكسيل, زين, واخذ فرضا بعد براسيتول, فبهاي الحاله فرضا انه اموكسيل وبراسيتول تفاعلهم عكسي او واحد متعارك ويا واحد, فهنا راح يصير عركوين داخل الامعاء. اذا صارت العركه داخل الامعاء فانت اللي راح تتضرر, ممكن اول شيء يصير عندك هيموراجيا, يصير عندك نزيف, وهذا راح يسبب لي ويأثر على الامعاء, ويصير عندك ايرون ديفيشنسي,
هذه اول شغله. الشغله الثانيه ممكن راح ياثر على جدارها معاوي، ياثر على الجاستريك مالتها، الجاستريك اسيد والى اخره، يعني سبب لفد كوبل اكشن اخرى. بعد اللاب فيوتشرز يعني شنو، او اللاب فيوتشرز فيوتشر معناها مستقبل. زين هذا شنو معناها؟ معناها الصفات او نقدر نقول الاشياء اللي اقدر اشوفها بالانفستيجيشن مالت الايرون ديفشنسي. الاتش بي والاتش تي سي والار بي سي هاي تكون لو. طبعا هذه الاسماء التيستات راح ناخذها بعدين. الاتش تي سي معناها نسبه خلايا الدم، نسبه خلايا الدم، والار بي سي تعرفونها، والاتش بي اللي هو الهيموغلوبين تعرفونها. اما الام سي في هذا يعتبر متوسط كريات الدم. زين والام سي اتش يعتبر هذا متوسط الهيموغلوبين اللي موجود، والام سي اتش سي هذا يعتبر تركيز الهيموغلوبين اللي موجود بالدم. هذا راح يكون لو. البي ال تي اللي هي نفس الصفحات الدمويه، اما تكون نورمال او هاي او لو ما لنا علاقه بيها. والدبليو بي سي تكون نورمال او لو، ليش؟ لانه النورمال بي النور الوايت بي سي او الدبليو بي سي هذه تعتبر شنو؟ تعتبر همينة تحتوي على حديد، ممكن قبل مايكروفيج واليوكوسيت تحتوي مو، فاكيد اذا صار بيها خلل او صار عندي فد انفلاميشن فبهاي الحاله راح يدمر لي المايكروفيج وممكن اخسر الحديد. زين بعد عندي الهيموكروميا والمايكروسيتوسيس، هذه قلنا عن ساعه الهيموكروميا معناها انه يصير التصبغ مال كريات الدم الحمراء قليل، الصبغه مالتها تصير قليل يعني ما تصير حمراء داكنه. بعد والمايكروسيتوسيس يعني تكون كريات الدم الحمراء صغيرونه بهذا الشكل. بعد لا فيجرز يقول السيروم ايرون، هذه نسب يعني بس اطلع عليها هيك. بعد نجي لما نحصل الايرون ديفيشنسي از مور كومن ان ويمن ذان مان، ليش؟ انه شو اسمه نقص الحديد بالومن يكون اكثر من المان، ليش؟ لانه قلت لكم اول شيء الومن عندها منستروشن، عندها برجنسي ممكن، زين، بينما الذكر يعني فقط ممكن عند الهيموراجي او البليدنج فروم كاسترو انتستينال تراكت، انه فقط هذا المصدر اللي يخليه يعني اذا عنده نزيف بالامعاء فقط هذا المصدر اللي يخليه عنده ايرون ديفيشنسي. بينما ليش؟ لانه ما عنده فد منستروشن او برجنسي مثل الانثى. بعد يقول الانفلاميشن انديوسد تشينج اوف ذا ديستربشن ايرون ديستربشن، يعني يقول ممكن اذا صار عندك انفلاميشن انت فهذا الانفلاميشن ممكن راح يسبب لك خلل بتوزيع الحديد بالجسم. شلون؟ ليش يعني؟ لان الانفلاميشن ايش راح تهاجم؟ راح تهاجم الكريات الدم البيضاء، مو هيش لولا. فالكريات الدم البيضاء تحتوي على مايكروفاج وتحتوي على لوكوسيت، يعني ذن اللي يعتبر انه من الاميون سيستم، فممكن راح يدمرن او راح يموتن اثناء محاربه الانفلاميشن، وبالتالي هنا يحتوي على محتوى من الحديد، بالتالي راح ممكن يصير عندي تغير بالنسبه، لانه انت ما راح تكسر يعني فرض انسان عندي فرض عندي 40 ايون من الحديد، 30 من عندي الموجوده بالهيموغلوبين و10 موجودات وين موجودات بالمايكروفيج فرضا بالمايكروفيج، فهذا المايكروفيج فرضا تقاتل الانفلاميشن، فقسم من عنده راح يموت اكيد، فمن راح يموت راح احرر الحديد، الحديد راح يتحرر، فبهاي الحاله ممكن راح يصير عندي تغير بنسبه الحديد اللي موجوده وين، اللي موجوده بالجسم. انا قبل عندي 40 وين هسه اذا تكسرت ممكن راح تقل، اذا كسرنا اثنين راح يصير عندي ممكن 38 وحده، فهنا تغيرت النسبه وهكذا. زين بعد شنو اللي عندي هنا؟ بعد الايرون ريجوليشن، شلون اقدر انظم الحديد بالجسم؟ وعرفنا انه احنا الليفر يعتبر المنظم الاساسي للحديد عن طريق اول شيء هو اللي ينقل الترانسفيرين او هو اللي يفرز البروتين الترانسفيرين اللي يعمل على نقل الحديد من مكان الى اخر. ثاني شيء بالاضافه الى ذلك يفرز لي ما يعرف بال هذا اسرح ناخذ هنا الفيروبورتين. الفيروبورتين هم من يعتبر ايرون اكسبورت بروتين، يعني شنو هذا؟ عباره عن بروتين يعمل على تحرير البروتين من الخلايا. فرضا هسه اني عندي خليه دم حمراء ميته، هذه خليه دم الحمراء ميته لازم افتتها على مود استخرج الايرون من عندها واروح استفاد من عنده، فهنا الفيروبورتين هو اللي راح يعمل على استخراج الايرون منين؟ من داخل الخليه. زين هذا من يفرزه همنا مثل ما قلت لكم نساء. بعد شنو والله هنا هذه قلنا همات الفيروبروتين. بعد المايكروفيج، المايكروفيج قلت لكم they must recycle about 300 ملغرام daily from old erythrocyte. المايكروفيج قلنا بساعة شبيهة المايكروفيج تعمل على قتل أو أكل يعني البكتيريا الضارة أو أكل الخلايا الميتة أو أكل كريات الدم الحمراء الميتة. بهاي الحالة عندي ما عندي فد خلية دم حمراء ميتة،
هاي تحتوي على ايرون بداخلها، فالمايكروفيج من تجي تريد تاكلها، فمن تاكل كريه الدم الحمراء ميته، فاكيد معناها راح تحرر لي الايرون اللي موجود كريه الدم الحمراء الميته هذه، راح تحرر لي هذا الايرون. فهذا الايرون اللي يوميا تحرر المايكروفيج عن طريق اكل كريات الدم الحمراء تقريبا يكون من 30 الى 25 ملغرام من الحديد. تمام. بعد عندي الانتروسيت اللي موجوده بالطبقه الداخليه من الانتستين، هذه اللي مساعدت لكم بيها، هذه هم تعمل على تصدير تقريبا 1 ملغرام من الحديد او 2 ملغرام من الحديد من الغذاء للجسم. بعد عندي الهيباتوسيت اللي هي خلايا الكبديه اللي موجوده بالكبد، هذه تكون مهمه في يعني تحكم بالفيروتين اللي هو يعمل على الفيروتين اللي عرفناه من ساعة بروتين يعمل على تخزين الحديد. بعد نجي الى هرمون اخر نسميه بالهيبسيدين. الهيبسيدين هو عباره عن انزيم يفرز من الكبد. هسه شوفوا انت كل الشغلات اخذناها من الكبد، احنا الهيبسيدين والفيبروتين والهيباتوسيت زين، وذن كل ثلاثه ماخوذات من الكبد. اوكي، هنا يعني الكبد الى الوظيفه او يعني الحصه الاكبر بالتحكم بالايرون ميتابوليزم. فالهيبسيدين شو يسوي؟ الهيبسيدين يعمل على غلق ممرات الحديد مات الخلايا بحيث ما راح يخلي الحديد ينطلق من الخليه، ما يخليه يطلع لي برا زين، يسوي لي بلاك. فالهيبسيدين يقول ايرون ريجوليتلي هرمون، هو عباره عن هرمون منظم للحديد. الهيبسيدين از برودوسد ان ذا ليفر از transported in the bloodstream. هذا الهرمون ينتقل عن طريق الكبد او يفرز عن طريق الكبد وينتقل عن طريق المجرى الدم. وبلوكس ايرون اكسبورت فروم ذا سيل، هو اللي يعمل على غلق او يمنع خروج الايرون منين؟ من الخلايا، يعني عكس الفيبروتين زين، عكس هذا الفيبروتين. من هو ذاك؟ الهيبسيدين. اوكي، هسه نجي من الريجوليشن اوف ذا هيبسيدين اكسبريشن، يعني شلون ينظم لي او شلون يصير عمليه تنظيم الهيبسيدين. يقول ايرون اوفرلود انكريز هيبسيدين اكسبريشن، يعني من يصير عندي اني اوفرلود بالهيبسيدين راح يصير عندي اكسبريشن. يعني شلون؟ شوف باوا، يعني هو الهيبسيدين يقلل لي من الدم، عفوا من الايرون اكسبورت زين. فانا من يصير عندي انكريز او مو انكريز او كميه كافيه يعني او الاوفرلود من الايرون، فانا ما احتاج افتح الممرات مالت يعني الممرات مال خزن الحديد، يعني مثلا اللي بي 13 ماكو داعي انا افتح هذه الممرات على مود يطلع الحديد، انا ما احتاج حديد، انا بقيه مقفول واطلع قبل. بينما من يصير عندي ديكريز بالايرون، من يصير عندي ايرون ديفيشنسي مثلا، فانا احتاج الهيبسيدين. ليش؟ على مود يفتح لي ممرات الخلايا، على مود اجيب ايرون للمكان اللي احتاجه اني بهذا الشكل. فرضا هسه من اسوي كريات الدم الحمراء، من اسوي كريات الدم الحمراء هي نسميها بالاثرو بيوسيس، فانا من اسوي كريات الدم الحمراء احتاج حديد، فبهاي الحاله لازم يجيبوا لي حديد. فهنا انا افرز اقلل الافراز الهيبسيدين. ليش اقلل الافراز الهيبسيدين؟ لانه اني ما احتاج اغلق الممرات، انا جاي احتاج حديد، انا لازم ازيد افراز الترانسفيرين واقلل الهيبسيدين، لان الترانسفيرين راح يجيب لي حديد، الهيبسيدين ايش راح يسوي لي؟ راح يغلق لي الممرات، فانا ما احتاج هيبسيدين على مود ما يغلق لي الممرات، اريد الشارع مفتوح بهذا الشكل. بعد نجي للباثولوجي اوف انيميا كورونيك ديزيز. يقول انفلاميشن انكريز هيبسيدين سينثيسيس، يعني اذا صار عندي يعني انفلاميشن هذا يؤدي الى ازدياد افراز الهيبسيدين او تكون الهيبسيدين. ليش؟ لان الانفلاميشن تعمل على زياده او زياده خسران الدم، عفوا زياده خسران الايرون زين، راح اخسر الايرون، فانا احتاج اسد الممرات على مود ما اخسر. هي يعني تقريبا يريد اوضحها. يقول الهيبسيدين ديكريز ايرون اكسبورت فروم ذا مايكروفيج، يعني انا هسه بالانفلاميشن، شوف انا راح اوضح على شكل 4 نقاط. هسه الانفلاميشن تزيد من تعمل على زياده تكوين الهيبسيدين. اوكي، ليش؟ بعد خلينا نشوف. يقول الهيبسيدين ديكريز ايرون اكسبورت فروم مايكروفيج، يقول لك ترى هو الهيبسيدين مو يعمل على غلق ممرات خروج الايرون، يعني مثلا المايكروفيج من صار عمليه هسه انفلاميشن، من صار عمليه انفلاميشن مثلا هاي الانفلاميشن صابت لي كريات الدم الحمراء فرضا، فهذه كريات الدم الحمراء موجوده على ايرون اجت المايكروفيج تريد تاكلها فرضا، فمن راح تاكلها؟ تاكل كريات الدم الحمراء الميته، راح يصير عندها شنو؟ يصير عندها حديد داخلها بداخل المايكروفيج زين.
فهن شو يقول؟ يقول إن الهيبسيدين decrease iron export from microphage. يعني الهيبسيدين إذا انفرز راح يعمل على غلق الممرات، راح يعمل على غلق الممرات اللي راح تطلع للحديد. زين، فالايرون از لوكت اب انسايد ذا مايكروفاج، يعني بعد المايكروفاج من اكلت كريات الدم الحمراء زين وصار الحديد بداخلها وتيجي تطلع على الجسم بعد ما تقدر. ليش؟ لانه الهيبسيدين سدها، الانفلاميشن ادى الى افراز الهيبسيدين على مود يسد للمايكروفاج، بالتالي صار عندي ايرون ديفيشنسي. والايرون از لوكت اب ان ذا انتروسيت اند داز نوت انتر ذا بودي، يعني بعد الجسم يصير عنده ايرون ديفيشنسي. يعني شلون هسه اني فرضا انه انا هسه الملك اوكي وعندي جنودي، فبالقصر يعني اجى شخص او اجى في الجيش داهمني، ايش سوى هذا الجيش؟ خلاني وحدي انا بالغرفه بالصاله يعني هذا مات الضيوف، وسوى الجنود اخذ الجنود كلهم حبسهم وين؟ حبسهم بالسجن. هم دخلوا علي، من دخلوا علي انا اصيح للجنود، الجنود ما هم وين؟ هو حابسهم يعني بالسجن. زين، وانا بقيت وحدي هيك، فصار عندي ايرون ديفشنسي، صار عندي يعني نقص بالجيش هيك بهذا الشكل تقريبا. فالانفلاميشن ايش راح تسوي؟ راح تعمل على افراز الهيبسيدين او تزيد من افراز الهيبسيدين. الهيبسيدين راح يروح يسد الممرات مالت من مات الخلايا زين، على مود ما يطلع لي من عندها ايرون للبادي. فبهاي الحاله صار عندي ايرون ديفشنسي. ولهنا انتهى هذا السيشن، ان شاء الله فهمتوا، هو محاضره ممتعه ان شاء الله، وهذا السيشن جدا مهم لازم تركزون بيه. Good luck.